السلام عليكم، الاسم محمد عزيزي، بائع الدجاج حي كولوش. بالنسبه للاثمنه حاليا 17 درهم و50 فرنك، راه ثمن مناسب، ثمن زوين. اما بالنسبه كاين شي محلات اخرين دايرين قل من هذا الثمن، كتلقى مدينه 16 درهم. هذوك اخويا بكل صراحه هذوك عطينا السرقه في الميزان. انا ماشي يقول لك منافسه، ما يمكنش غتكون منافسه بثمن، لان في 17 درهم و50 فرنك هو كيبيع ب 16 درهم، ما كاينش منافسه. انما علاش؟ كيخرج ثمن من الفيرما نفس الثمن باش كيجيبوا لي فورنيسور باش كيفرقوا لنا كاملين، يفرقوا لنا بثمن واحد. الفورنيسور اخويا كيمشي يسرجي ديك لا كونتيتي ديالو اللي عنده تلاكم وندو كيجيبها يحطها للمحلات ديالهم، وكياخذ البري ديالو، يعني كما نقولوا يبيع لك ب 15 درهم و50 فرنك، يعني انت خصك تبيع ب 17 درهم و50 فرنك، يعني جوج دراهم. بالنسبه للدجاج كاين موجود في المنطقه الشرقيه، موجود اليوم الحمد لله. كاين في بعض الخطات ما كيكونش كاين حاجه قليله، كيتجهوا للغرب، تجهوا من كناس فاس باش كيجيبوا السلعه تما. لا بالنسبه دابا هبط شويه في الثمن، يعني كان في رمضان 21 درهم 20 درهم، الى حد الساعه دابا 17 درهم 50 فرنك، يعني ثمن مناسب الحمد لله. الاسباب ديال تاع الارتفاع تاع العلف، بالنسبه للعلف غالي، الفلوس غالي، يعني بحال العلف دابا تقريبا كاين ماركه اللي كدير تقريبا 50 فرنك، يعني 500 درهم قنطار. بالنسبه للبيض هو دابا راه الحمد لله، هنا في رمضان كان 35، دابا 30 28 زعما راه ثمن مناسب، ونتمناو خير ان شاء الله، نتمناو يزيد يهبط شويه. لا اسباب ديال الارتفاع ديال البيض ثاني كذا استهلاك، يعني كان في رمضان كان الناس كتستهلكوا بزاف، هذاك هو السبب ديال الارتفاع ديالو. انا باش نقول لك كاين نقص في الانتاج، لا ما كاينش نقص في الانتاج، ما يمكنش، الانتاج موجود الحمد لله. الاقبال على الدجاج هذه الايامات شويه، موجود الاقبال، موجود الحمد لله، كاين اقبال. انما في نهار الولا اللي كان الثمن شويه مرتفع كان الاقبال ناقص، ناقص بزاف، ولله الحمد. الرساله ديالنا المسؤولين، اولا قبل كل شيء نقولها بكل صراحه وصفتي كبائع الدجاج، خاصهم مراقبه المحلات، والمراقبه المحلات، وتبقوا على مول المحل باش يكون عنده الفاتوره باش حقها بالدجاج، باش قاب الدجاج وباش كيبيع. يعني مول الدجاج عنده 2 دراهم ديال الارباح ديالو، يعني ماشي واحد كيبقى يدير 16 درهم، ما يمكنش نسوق 14 درهم وانا مسوق 15 درهم، ما يمكنش. انما الفلاح كيبيع في المتا ربع ب 13 درهم، فورنيسور كيحسب لنا حنا ب 14، حنا يعني كنبيعوا 16. دابا حاليا الفورنيسور حاسب لك 15 درهم، الفلاح باعي ب 14، خاصك تبيع ب 17 درهم و50 فرنك، 17 درهم ماكسيموم. بيان سير تعاني من ارتفاع، ملي كيكون ارتفاع كيكون نقص في القبال، نقص كبير بزاف، نقص كبير بزاف. ربما اذا كان الطلب موجود، بحال كيكونوا عراسات يكونوا ولائم، ملي كيكون الطلب موجود كيرتفع الدجاج، كيرتفع، هذيك بطبيعه الحال هذيك راه باينه. وما تنساوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.